طب نتكلم بقى عن البادل تحديدا، وهي اصلها مفروض في المكسيك. تمام. طيب الفكره برضو في المكسيك لو تطلع، لو عندك يعني ليه اصلا او ازاي ابتكروها وبعدين لغايه لما وصلت بقى عندنا، وايه اكتر الدول كمان اللي عندها يعني طفره في هذه الرياضه تحديدا من ابطال وغيره؟ هي اللعبة بكل بساطة بدأت عن طريق واحد اسمه أرجنتيني اسمه إنريكيو كوركويرا. ده كان رجل أعمال أرجنتيني، كان عنده بيت في ملعب رياضة اسمها الفرونتون. هي رياضة لا تمارس في مصر هنا ولكن مشهورة في المكسيك وفي دول الباسك. وكانت في حتة اسمها أكابولكو، ودي مليانة جبال والقصص دي كلها. فهم كانوا بيعانوا دايما مع صحابه لما بيقولوا إن الكرة بتروح بعيد، يضرب الكرة بتروح بقى عند الجار بتقع. فمع الوقت ابتكروا حل إن هم يحطوا حيطة عشان الكره، مجرد كان كل هدف الحيطه ان الكره ما تبعدش. ولكن بطريقه ظريفه وطريفه، لا ان هم اصحابه وهم بيلعبوا بيرجعوا له الكره بعد ما تيجي في الحيطه. فمن هنا بدات رياضه البادل، اللي هي دي الفكره البسيطه بتاعت الكوره. طبعا تطورت على مدار الزمان، يعني انتشرت بعد كده البرنس الفونسو اخذها لاسبانيا، ماربيا. طبعا ماربيا من الاماكن السياحيه جميله جدا طبعا، وواجهه سياحيه على مستوى العالم. فرجال الاعمال الارجنتينيين اخذوا اللعبه الى الارجنتين، ومن هنا تاسس الاتحاد الدولي للبادل سنه 1991.